بسم الله الرحمن الرحيم. ليلى الجسمي أشارك اليوم في برنامج قيادات مجتمعية بالتعاون ما بين برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وهيئة تنمية المجتمع، وذلك لبناء العناصر المواطنة في المجالس الأهلية في إمارة دبي، وذلك طبعا لتحقيق التنمية الاجتماعية للإمارة من خلال تفعيل الدور المدني في المجتمع، وذلك طبعا تحقيقا لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهي بناء الإنسان. وشكرا.